وحول تحذير هيومن رايتس ووتش ينضم الينا الدكتور علاء النشوح الخبير الامني والاستراتيجي. اهلا بك دكتور، وبدايه كيف تنظر الى تحذير هيومن رايتس ووتش من وجود مجاميع ارهابيه ترتبط باحزاب داخل البرلمان؟ شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل اهلا ولمشاهدي بك. قناة دجلة. بداية نقول أن الوضع الأمني في العراق فيه الكثير من التعقيدات، كان على المستوى السياسي أو المستوى الأمني أو المستوى العسكري. وحقيقة هذه الفوضى وهذا يعني التخبط في الرؤية الأمنية هو يأتي من الكثير من العوامل والمعطيات التي هي مفروضة على الساحة، أكان من وجود الخطر الخارجي كما يسمى بداعش، ووجود الخطر الداخلي الذي تسمى الميليشيات المسلحة التي تمتلك الأسلحة خارج إطار القانون وخارج إطار السياسة. احنا يعني بمنظورنا اليوم العراق مع وجود هذه الخطرين المباشرين ومع وجود الأجندات الدولية والإقليمية، فأعتقد هذا سيكون جيل التعقيد. بالإضافة إلى ذلك فإن المواطن العراقي سيدفع ثمن هذه التداخلات والتخبطات، أكان حتى يعني على المستوى السياسي بالنسبة للدولة أو المؤسسي بالنسبة للمؤسسات التي تخضع، كانت في وزارة الداخلية وزارة الدفاع وحتى الأمن الوطني. فهذه الأجهزة الثلاث ستكون غير قادرة وستكون بعيدة عن المنال وبعيدة عن تحقيق الهدف. نعم، اليوم يعني اغتيال عضو تحالف عزم هشام المشهداني، يعني كنا قلقين من اغتيال واستهداف الناشطين المتظاهرين، اليوم نرى المرشحين للانتخابات يتساقطون، يستهدفهم السلاح المنفلت، كيف تعاقب على ذلك؟ الحقيقة احنا قبل يعني ان يعني نعرج على قضية الاغتيال لابد من ان نضع الصورة الواضحة ان هنالك رؤية إيرانية بان يكون البرلمان القادم إيراني 100% حتى في المناطق السنية. يعني هو هذا الرجل اللي اغتيل هو في المناطق السنية. فأعتقد الرؤية الإيرانية اليوم هي تريد ان تقضي على كل الرؤى السياسية التي ستكون يعني للعراق، أكان على المستوى الوطني أو أكان على المستوى الدولي. يعني احنا اليوم بحاجة إلى أن تكون هنالك رؤية صائبة في أن يكون العراق حرا أبيا يستطيع أن يوجه سياسته الداخلية والخارجية عن طريق أبنائه. ولكن إيران اليوم تفعل الأفاعي بالكثير من السياسات وبالكثير من القيام بعمليات كثيرة من ضمنها عملية الاغتيال. واحنا يعني من عام 2019 من بداية ثورة تشرين والى اليوم ندفع الضحايا بسبب وجود الرؤية الإيرانية وكذلك وجود الذيول والعملاء من الذين ينفذون الأجندة الإيرانية، كان من الأحزاب السياسية او كان من الميليشيات. الميليشيات اليوم كما ذكرت في حديثي هي الخطر المباشر الذي يهدد أمن واستقرار العراق، ليس فقط على مستوى السياسة الخارجية ولكن حتى على مستوى السياسة الداخلية. اليوم لا يستطيع المواطن العراقي من إدلاء بصوته أو التعبير عن رأيه بوجود هذه الميليشيات، لأنها ستقوم بتصفيته في أسرع وقت. وكذلك هنالك يعني هنالك أساليب ممنهجة وأساليب مفتعلة من قبل الأحزاب السياسية ومن قبل الميليشيات الإيرانية في أن كل من يقوم بأن يكون ضد المشروع الصفوي الإيراني في داخل العراق سيقتل حتما. وأعتقد من يعبر عن رأيه كما ذكرت سيكون حاله حال كل الناشطين الذين اغتيلوا في السابق. نعم، يعني دكتور علاء، نحن مقبلون على انتخابات مبكرة، الآن يستهدفون الناشطين السياسيين المرشحين للانتخابات، هل تتوقع في ظل هذا الوضع الأمني ستؤجل الانتخابات أم سيقوم المجتمع الدولي ربما بحل أو ربما بقرار يؤجل العملية الانتخابية في العراق بسبب تدهور هذا الوضع واستهداف المرشحين؟ باعتقادي يعني أنا يعني في نظري أنه اليوم الحالة السياسية في العراق في أضعف ما يمكن، يعني كان من قبل الدولة التي تزعمها الكاظم واللي هي يعني الحكومة المؤقتة، هذه الحكومة غير قادرة على أن تفعل أي شيء.
يعني حتى في الملفات يعني فشلت في جميع الملفات، الملف الاقتصادي، الملف الأمني، الملف السياسي، وحتى في الملف الصحي فشلت. إذن اليوم هنالك فشل في الحكومة، وفشل في الأجهزة التنفيذية، وفشل في الأجهزة التشريعية. فأعتقد أن قضية الانتخابات هي ستؤول إلى من يكون هنالك القوة الفاعلة. القوة الفاعلة اليوم هنالك تقادم مصالح ما بين الأحزاب السياسية في أن تفرض ما يريدون وليس ما يريد الشعب. فلهذا اليوم أنه إحنا المحاكاة الحقيقية ما بين الرؤية الديمقراطية أو العملية الديمقراطية في العراق أن تسير وفق يعني منهج دول الجوار، وكذلك رؤية دول الجوار، وكذلك رؤية الأحزاب السياسية الموالية لهذه الدولة. هذا كله سيفرض على العملية السياسية في العراق، وستكون الطبقة السياسية أيضا كما كانت، ولا يمكن تغيير أي شيء. القضية اليوم الشعب يريد التغيير، أكان عن طريق يعني التظاهرات أو عن طريق أن تكون هنالك معارضة سياسية في الداخل. هذه المعارضة السياسية التي ممكن أن تواجه كل هذه الفعاليات من خلال يعني وجود التظاهرات، من خلال وجود الرأي العام، من خلال وجود الإعلام، من خلال وجود الطبقة السياسية الناضجة التي ممكن أن تفتح للعراق الآفاق أمام العالم. اليوم المجتمع الدولي يراقب ما يجري في العراق، ولو أن مع هنالك تمادي من قبل منظمة الأمم المتحدة والتي تتزعمها بالإسقاط، والتي هي مشاركة أيضا أقول مشاركة مع الحكومة ومشاركة مع الفصائل المنفلتة في أن تقمع التظاهرات في العراق. فلهذا لا يوجد صوت خارجي بالنسبة لهذه التظاهرات بسبب وجود هذه المرأة التي عليها كثير من الشبهات وعليها الكثير من المؤشرات التي تشير إلى أنها قد كانت تخدم مصالح الميليشيات وتخدم مصالح الأحزاب من أجل فتات ومن أجل رشوة. فأنا أعتقد يعني اليوم نحن بحاجة المجتمع الدولي في أن يكون معنا في كل الأمور التي يمكن أن تطرح على الساحة، كان من خلال المعارضة السياسية التي تقوم بها التظاهرات، أو من خلال الأفكار السياسية الناضجة التي طرحها بعض يعني الكفاءات العراقية الموجودين في الداخل والخارج. نعم، يعني دكتور علاء، على حد قولك أن نحن ليس لدينا ثقة بأي مجتمع دولي ولا في دول الجوار، نحن ليس لدينا ثقة بأي أحد، ولكن كيف يستطيع العراق التخلص من سلاح المنفلت، السيطرة على الوضع الأمني والتخلص من الأجندات الخارجية التي تفرض سياستها داخل العراق؟ احنا إذا يمكن نعبر عن القانون الدولي اليوم، هم بعدين يتهمون بالإرهاب ويقولون أنهم يعني يحرضون الناس على الإرهاب. القانون الدولي إذا يعني به المواد القانونية التي من حق الشعب في حالة عدم إعطاء حقوقه وعدم وجود دولة أو سيادة لهذه الدولة أو القانون، يتجه الشعب إلى الكفاح المسلح. وأعتقد هذا يعني قانون دولي، وكل الأطر القانونية معترفة به وتحقق ذلك، وحتى الأمم المتحدة تقر بذلك. ولكن اليوم احنا لا نريد أن تكون هنالك يعني حالات الدم وحالات الفوضى الموجودة من خلال هذه الرؤية ومن خلال هذا القانون، لكن نريد أيضا تفعيل دور الأمم المتحدة وتفعيل دور المجتمع الدولي في العراق، وتغيير كل يعني منظمة البعثة الموجودة في الأمم المتحدة في العراق، تغييرها تغييرا جذريا. وكذلك لا بد من أن يصل صوتنا إلى المجتمع الدولي، أو يصل نعم. إلى دكتور علاء يعني مجلس الأمن الدولي، وكذلك حتى الجامعة العربية. نعم. دكتور علاء، يعني المكافحة بالسلاح لا نريد ذلك، ونحن ندعو إلى حصر السلاح بيد الدولة. كل مشاكل العراق نحن ما نعانيه بسبب السلاح المنفلت، الجماعات التي تمتلك السلاح خارج قانون الدولة وخارج نظام الدولة. كيف يمكن ضمان العملية الانتخابية من خلالها يستطيع العراقيون الإدلاء بأصواتهم وتغيير الوجوه؟ هل هنالك ربما آلية تضمن لنا عدم ربما الخروقات الأمنية التي تحدث حاليا؟ سيد الفاضل، يعني اليوم احنا لو موجود يعني استقرار سياسي، استقرار أمني،
احنا ممكن ان نتحرك او ممكن ان تكون هنالك عملية ديمقراطية ناجحة، ولكن اليوم السلاح المنفلت والميليشيات المسيطرة هي التي ستسيطر على الصناديق. بالإضافة يعني احنا سمعنا ان هنالك العديد من البطاقات الانتخابية قد فقدت، يعني هي من البداية توحي ان العملية ستزور والعملية ستأخذ الى مآخذ اخرى وستكون هنالك بعيدة عن الطريق الحقيقي للديمقراطية الصحيحة التي يؤمن بها العراق. اليوم العراقي يريد تحقيق الكثير من النتائج، يعني اليوم احنا عندنا فساد مالي، عندنا يعني تخبط امني، عندنا تخبطات كثيره. من هذه التخبطات يعني من ترجع عليها اليوم حتى في المناطق، من تدخل في المناطق اليوم تحتاج الى ان تكون هنالك حاله اعمار، حاله يعني وجود يعني خدمات، وجود بنيه تحتيه قادره على ان تكون يعني مؤهلة للعراق بهذه السمعة الدولية، بهذا التاريخ العظيم، بهذه القدرات، أن تكون للعراق سمعة دولية يعني يفتخر بها العراقي. اليوم العراقي حتى عند خروجه إلى خارج الحدود فإنه يعني منبوذ من خلال ما عكسه السياسيين ومن خلال ما عكسته الطبقة السياسية من عام 2003 وإلى اليوم. هنالك فساد إداري، هنالك الكثير من القتل، الذبح على الهوية، كذلك عدم وجود استقرار أمني، كذلك وجود اليوم هذه القطاعات التي هي يعني نعتبرها كما ذكرت خطر على الأمن العراقي، هي اليوم من يتحكم بكل مقدرات الشعب العراقي، المقدرات الاقتصادية. يعني الحدود اليوم هي تخضع لسلطة الميليشيات، النفط يخضع إلى سلطة الميليشيات، كل القضايا الاقتصادية، كل القضايا الأمنية تخضع إلى نفوذ الميليشيات. إذن الدولة اليوم هي مخترقة في كل الحالات، فكيف نقوم بأي عملية ديمقراطية أو نقوم بأي انتخابات قد تكون نزيهة ومقررة من قبل الشعب العراقي في ظل وجود هذه الأخطار؟ إذن علينا أن نفهم اليوم أن الشعب العراقي يريد التغيير ولكن بإرادته وليس بإرادة المجتمع الدولي وإرادة ما تفرضه الدول الإقليمية ومنها إيران التي تسيطر سيطرة تامة على كل الملفات الأمنية والسياسية والعسكرية. نعم دكتور علاء النشوع الخبير الأمني والاستراتيجي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. قناة دجلة تكفل لكم حق الرد، راسلونا على news@dijla.tv.